مبدئيا ببدأ بقصر النظر. قصر النظر كما نحن نعرفه ينقسم إلى قصر نظر شائع، وهو في الغالب بيكون أقل من 6 درجات، ولا يشكل خطر على عيون أغلبية المرضى، وإنما يحتاج العلاج السليم بالنظارات الطبية الصحيحة. هناك قصر نظر آخر يدعى قصر النظر المرضي أو الباثولوجيكال مايوبيا. وقصر النظر المرضي في الغالب قد يصاحب المريض في بعض المشاكل، سواء في قاع العين أو سواء في القرنية، مما يستلزم لنا من حين آخر إعادة الفحص والتأكد من أن المريض يرتدي النظارة السليمة، من أن المريض لا يشتكي من أي مشاكل أو لا يعاني من أي مشاكل سواء في الشبكية أو في قاع العين، وتقديم العلاج المناسب في الوقت المناسب لذلك.